سلام. لما الواحد يكون في شغل ويبغى ينجح وهدفه انه عشان ابغى اكون مستقر، ابغى اكون مرتاح، اعزم الناس عندي، يشوفوا سياراتي، يشوفوا بيتي، انا كده بحس براحة، بحس بكياني، بحس بشخصيتي. الواحد ما يتنصر كده. لما الواحد يكون في نقاش مثلا، الواحد ايش بيحاول يثبت؟ هل بيحاول يثبت انه هو صح؟ ما حتزبط برضه. لما الواحد يكون في علاقة مع زوجته او واحدة مع زوجها وبتفهم انه العلاقة هذه ميثاق غليظ، وانه مهما صار يبغالها تكمل، يبغالها تشتغل على العلاقة، كلها بترجعها الرب العالمين، انه الله امرها بكذا والله حط هذا الميثاق الغليظ، وانه الواحد ما يجي على امور تافهه ما هي جذريه، انه الواحد يقدر يكمل لانه في اولاد وفي بناء مجتمع. هنا الواحد يتنصر. نفس الشيء في النقاش، لما انا بحاول اثبت وجهه نظر معينه مش عشان الذات العليا حقتي، ولا علشان انه انا والله قويه وشخصيتي قويه واقدر افرض رايي مثلا، لا ما هي كده. النصر ما يجي كده. النصر يجي لما الواحد يربط الكلام اللي بيقوله بالله. تخيلوا، يعني أنا أبغى أثبت وجهة نظري لأنه الله مثلا خلى عنده هذا القانون فأبغى أثبته. حتى في مواضيع تانية ممكن الواحد يقيس عليها، يرجعها دائما لقوانين الله سبحانه. نفس الشيء في الشغل، أنا مثلا مهندس عشان الله أمرني أعمل، والعمل عبادة، وإنه أبغى أعمر الأرض لأنه الله أمرنا بكذا. تلاقي الواحد نجح وجاله النصر من ربه، انفتحت عليه وصار عنده بركات، والبركات هذه عبارة عن ذبذبات بتكون في الجسم. سبحان الله، البركة الواحد ما يشوفها، كلها ذبذبات ولا الواحد يقدر يفهمها، سبحان الله. لكن الله اللي بيبارك، وما النصر إلا من عند الله. فأنا لما أجي أربط كل حاجة بعملها، كل كلمة بقولها، كل تصرف، كل عمل أربطه برب العالمين، يبقى أكيد 100% هيجي النصر، وما النصر إلا من عند الله.